الجفاف وأزمة المياه تضرب محافظة النجف الأشرف، حيث وصل قضاء المشخاب الذي تفوح منه رائحة العنبر، وهو أحد أجود أنواع الرز المعروفة عند العراقيين. فآلاف الدونمات قد تتخلى عن هذا الرز بسبب ما أرجعه مزارعون إلى تقليص الأراضي المزروعة في الخطة الصيفية لهذا العام، والتي تم وضعها من قبل وزارتي الزراعة والموارد المائية. هوية الفلاح العراقي هي العنبر، إذا هاي الهوية راحت فعلى الدنيا السلام. إذا الحكومات قاعد نشوف الحكومات المتعاقبة اللي قاعد تجينا اليوم، ماكو أي دور أو أي شيء أو منادات لهذا الفلاح. الفلاح اليوم غطى 60% من الشعب العراقي. اليوم احنا نتفاجئ أنه شحة بالماي. أنت وين كنت؟ هذا الدور أنا متحرم من هاي هويتي، هاي هويتي أني متحرم من معدة، وتقول لي ماكو زراعة، وين اتجه؟ أنا عندي أبناء، عندي أطفال، عندي طلاب مدارس. الجفاف في الأراضي الزراعية لا يهدد بفقدان زراعة العنبر فحسب، بل الملايين من الدنانير سيخسرها الفلاحون والمزارعون في محافظة النجف الأشرف، والذين لا مهنة لهم سوى زراعة هذه الأراضي بهذا المحصول الوطني والذي يحتاج لمناسيب مياه عالية، فضلا عن تجدد المخاوف من حلول أزمة غذاء جديدة تضرب البلاد. هذا الصنف إذا ما نزرع سنتين راح ينقرض، لأنه الوحيد بالحبوب الاستراتيجية الشلب، إذا أتخذنا سنة والسنة الثانية سنة ثالثة ما يخضر، الجنين مالته يموت. الفلاح العراقي صيبه مجاعة، لأن الفلاح العراقي مو مثل باقي الشرائح اللي يدور وظيفة، دور عسكري أو دور موظف أو دور كذا، لا، بقى بالأرض مالته. وكل 10 دوانم بيهن ما لا يقل عن 5 عوائل أو 6 عوائل. راح تصير الفقر في العراق 65% على عدد الفلاحين الموجودين بالعراق. هذا هو الفقر اللي موجود، لا تحكي على الفقر. اما على تحكي على الناس الراسماليه، هم كونهم قاعدين هسه ببغداد ومرتاحين وما تتضرر مصالحهم. اللي ينضر الوحيد هو الفلاح المواطن العراقي اللي عانى ما عانى. رز العنبر كما يعرف محليا واسم مقترن بقضاء المشخاب، يداهمه خطر الزوال بسبب شحة المياه في بلد يسمى ببلاد النهرين وارض السواد سابقا. من النجف الأشرف، معتز العبودي، زاكروس تيفي.